لو عندك نقص في الأعلاف يا عم عدولة، اوعى تقلق أو تخاف، وازرع لك قراطين أزولة، واسأل عنها عمك حامد، واسأل عنها الحج إمام، اللي زرعوها لدواجنهم وللأرانب والبقر والأغنام، لأنها غنية بالكربوهيدرات وغنية بالبروتين، بروتينها يصل ل30% وتدي لك إنتاج متين، للفدان 30 طن شهريا، يعني طن في كل يوم، يعني تحل مشكلتك ولا تلقى شكوى في أي يوم، وليها برضك فايدة تانية زي ما قالت التوصية، لما بنسمد بيها التربة لغناها بالعناصر المغذية، وفي نهاية كبسولاتي سلام مربع وتحية.